الدكتور حسام المهدي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، زميل جامعة كيل وكولن بألمانيا، استشاري علاج القدم السكري والدوالي بالليزر. أهلا بكم. النهاردة حوار شديد الأهمية، لأن احنا نتكلم على شرايين الطرفية، لكن خلينا أقول لكم أنه من أشهر الأمراض اللي بتأثر على الشرايين الطرفية هي السكر. فخلي بالكم أنه مرضى السكر لو ما خدوش العلاج، وده ممكن يحصل لأسباب كثيرة، هم نفسهم أهملوا، مريض أهمل، مش مستوعب أنه ياخد علاج، رافض أنه ياخد علاج، عمال بيقاوح ويقول لا أنا مش هاخد، ده خطر جدا جدا. أو مريض اضحك عليه، قالوا له لا ده خد العلاج ده، هو المفروض ياخد انسولين، لا قالوا له لا احنا نديك قرص، وهو عنده سكر من النوع الاول. فالسكر في الاخر بيؤثر على الشرايين بتاثيرات عديده. طبعا الخطوره، كل الخطوره هي عدم تقدير مشاكل الشرايين، لانه الشرايين من الامراض اللي كتير من الثقافه او ثقافه الناس الموجوده في الوطن العربي مش مدياها حقها، ما بتتعاملش معاها في وقتها. عشان كده كتير بنشوف حالات متأخرة بتتعامل مع شرايين في تأخر، في حالات متأخرة، في ليت ستيج. فأرجوكم خلي بالكم جدا، مرضى السكر ينتبهوا، لأن حوارنا النهاردة هيخصهم، مرضى الضغط ينتبهوا، أيضا المدخنين ينتبهوا، لأنه في مرض مرتبط جدا بالشرايين اسمه برجر. برجر ده بيقول لك ان المدخن ممكن يتاثر الشرايين الطرفيه بتاعت رجليه وتصل الى مرحله خطيره للغايه. فطبعا كل اللي انتم شايفينه ده سكر بيأثر، سكر بيعمل مشاكل، سكر سكر، مش بس السكر، ده في حالات تانية كتير. تعالوا نعيش النهارده مع حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز اللي بيبدا دائما في حواره في واحده من حلقات زي ما بيقولوا الانفراديه، مفيش في الوطن العربي وربما في العالم حد بيتكلم على الاوعيه الدمويه بالتفصيل اللي احنا بنتكلم بيه، اكيد مع اسمه متميز جدا طبعا الاستاذ الدكتور حسام المهدي، استاذ مساعد جراحات الاوعيه الدمويه بكليه طب جامعه القاهره، وزماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وزماله جامعه كيل وكولن بالمانيا، استشاري علاج القدم السكري والدوالي بالليزر. نورتني يا دكتورنا، وسعيد جدا بهذه الزياره والموضوع الحقيقه. عايزك تبدا لي الاول بكلمه قسطره طرفيه، يعني ايه الاول قبل القسطره الطرفيه؟ يعني ايه شرايين طرفيه؟ يعني هي الشرايين المعنيه بالحوار بتاعها. الشرايين الطرفيه اللي هي كل ما يغذي الاطراف، وكل ما هو بعيد عن الشرايين التي تغذي القلب، وتقريبا برضو نقدر نقول مصطلح ان المخ برضو هنقدر ان احنا نستبعده. يبقى انا لو هتكلم عن الشرايين الطرفيه، يبقى احنا بنقصد دايما شرايين الساقين، الذراعين، الشرايين المغذيه للامعاء، الشرايين المغذيه للكلى وهكذا. بالنسبه لموضوع القسطره الطرفيه، تعريف القسطره الطرفيه هو ايه؟ هو اجراء بيتم بمخدر موضعي لرقب واصلاح الشريان من الداخل، وده بيبقى اجراء بديل للعمليات الجراحيه اللي كنا بنعملها في فتره يعني من زمان، اللي هي كانت بتاخد جهد ووقت طويل جدا، اللي هي العمليه المعروفه عندنا في جراحه الاوعيه بالباي باس. في الوقت الحالي استبدلت القسطره الطرفيه، استبدلت كثير من العمليات الباي باس المعروفه، وممكن نقدر نعيد الترويه الدمويه للاطراف وللاعضاء عن طريق استخدام القسطره الطرفيه من خلال التدخل من داخل الشريان لاصلاحه، عن طريق بنج موضعي وشكة إبرة، ونقدر ندخل بعد كده انتروديوسر أو مدخل من خلاله بقدر أدخل حاجة اسمها سلك مرشد، بيبقى دقيق للغاية، بقدر أعدي به الانسداد اللي موجود في الشريان الطرفي، وبعدين بعد كده نقدر نعمل عملية التوسيع بالبالون، وبعد كده ممكن نحط دعامة أو ما نحطش على حسب التدخل. ده بيتطلب إن أنا أعمل حقن لمادة معتمة للدم علشان نبقى احنا شايفين تحت السي ارم اللي هو الجهاز بتاع الأشعة، فبيتطلب ان انا احقن مادة معتمة للدم. المادة ديت في الغالب بتكون بيبقى عنصر من العناصر الموجودة فيها اللي هو عنصر اليود، علشان اقدر اعتم الدم فاقدر
اشوف اماكن الانسدادات وبالتالي اقدر اشتغل على الشرايين. اللي هو زي السبر يعني. بالظبط هي دي فكره السبر. بالظبط كده. مين الانسان اللي يحتاج الى النوعيه دي من التدخل؟ تمام. بالنسبه للتدخل بتاع القسطره الطرفيه، علشان مش في كتير قوي من العيانين ما بيبقوش فاهمين الكونسبت بتاع القسطره الطرفيه. القسطره الطرفيه هي هتتعمل للعيان اللي عنده انسداد في الشرايين، مش للعيان اللي هو عنده سكر وعنده اعتلال عصبي ودوره دمويه كويسه. في كتير جدا من العيانين بيجوا لي بيبقى عندهم دوره دمويه كويسه جدا، كل الحكايه ان هو عنده اعتلال عصبي، شويه تنميل وحرقان في القدم، ويقول لك انا عايز اعمل قسطره. لا، انت ما تعملش قسطره، القسطره بتتعمل لشريان مسدود. ودول بيبقوا من ثلاثه كاتيجوريز. واحد ما بيقدرش يمشي، يعني تلاقيه بيمشي مسافة وبعدين يبتدي زي ما هو في الصورة كده ويبتدي يريح شوية وبعد كده يقدر يستكمل الاكتيفيتي بتاع المشي بتاعه، اللي هو بنسميه العرج المتقطع او الانترميتنت كلوديكيشن. وده ناتج نتيجة ان في عندنا شريان الفخذ غالبا او الشرايين تحت الركبة بيبقى فيها انسداد، او تيشو لوس. تيشو لوس يعني عندنا قرحة او عندنا غرغرينة. هم دول الثلاثة كاتيجوريز اللي احنا نحتاج نتدخل بيه بالقسطرة. زي ما هو في الصورة كده، في عندنا مثلا هنا غرغرينة، وفي نفس الوقت الجراح بيحاول يحس الشريان الطرفي ومش حاسه، أو يبقى في قرحة والقرحة دي تبقى نتيجة نقص الترويه الدموية. وبالتالي هم دول الثلاث أنواع من العيانين اللي احنا بنتدخل فيهم بالقسطرة، مش مرضى الاعتلال العصبي نتيجة السكر. السؤال اللي جاي ده سؤال مهم جدا، لأنه عندما نتحدث عن ان احنا هندي ماده معتمه، ان احنا هنتعامل مع الشرايين بنظام تصوير عشان نعرف ندخل بعد كده بالقسطره، نلاقي انه دايما جراحين ان انتوا بتهتموا قوي بحاله الكلى. تمام. ليه بيجي الاهتمام بحاله الكلى؟ والمريض المثقف برضه يقعد يقول انا خلي بالكم ان الكلى عندي فيها مشاكل، خصوصا ده مريض سكر ممكن تلاقي الكلى فعلا برضه فيها مشكله. تمام. احنا لازم نبقى عارفين ايه هي وظائف الكلى. هي وظائف الكلى هي تنقيه الدم من الويست برودكتس او من النفايات والمخلفات، وضبط معدل الاملاح في الجسم والالكترولايتس. ده الوظيفه بتاعه الكلى. يبقى انا لو حقن ماده زي الصبغه، الكلى مطالبه ان هي اللي تفرزها وتخرجها بره الجسم، وبالتالي انا احتاج الى كلى تكون وظائفها طبيعيه علشان اقدر استخدم الصبغه اثناء اجراء القسطره. وبالتالي من هنا جت اهميه الكلى عندنا. اضف الى ذلك ان عيانين السكر بيبقى مأثر على الشرايين الصغيره اللي جوه الكلى، وبالتالي بيبقى دايما معظم العيانين بيبقى عندهم شويه ارتفاع في الوظائف بتاعه الكلى. ده بالنسبه دي اهميه ان احنا بالظبط ده اهميه ان احنا نبقى عارفين ونبقى جايدد قوي بالرينال فانكشنز او وظائف الكلى قبل ما نشتغل القسطره. عندي سيتويشن صعب شويه، ما هو في كلى ممكن تكون متاثره وانا مضطر لازم اعمل. تمام. ايه الوضعيه هنا؟ تمام. هو كان زمان بيبقى دي مشكله كبيره، لان عمل القسطره هيؤدي الى فشل كلوي، وبالتالي نلاقي نفسنا هنبتدي نبقى مرضى غسيل كلوي مزمن. وكان بيبقى اجراء القسطره كان بيبقى صعب. في نفس الوقت انا عاوز احقن ماده معتمه للدم وبرده ما عنديش بدايل، فكان دايما الجراح بتاع الاوعيه بيختار الاوبشن الجراحي اللي هو يبتدي يعمل يرجع بقى للباي باس سيرجري، ونبتدي نعمل العمليات بتاعه الباي باس علشان نحاول ان احنا نعيد الترويه تاني الدمويه للاطراف. ولكن دلوقتي مع التطور والانوفيشنز اللي حصلت، لقينا ان ممكن ان احنا نستخدم الغاز بدل من الصبغه علشان اعمل اعتام للدم، وبالتالي ابتدي احل المشكله بتاعه الصبغه. الغاز اللي هو المقصود بتاعنا هو غاز ثاني اكسيد الكربون، ودوت مكون طبيعي. احنا الرئه عندنا هي اللي بتاخد الاكسجين وبتطلع السي او 2، وبالتالي انا كده كاني اوجدت بديل للكلى في افراز الغاز خارج الجسم، وبالتالي احنا كده الكلى هتبقى محفوظه تماما ومفيش عليها اي مشكله في حال استخدام الغاز بدل من الصبغه. تمام. ايه مميزات الغاز؟ مميزات الغاز كتير قوي بقى بالنسبه لنا احنا. اولا ان انا دلوقتي في كاتيجوري كبير جدا من العيانين ما كنتش عارف ان انا اشتغل عليه وعنده ارتفاع في وظائف الكلى. الغاز هيحقق لي ايه؟ الغاز هيحقق لي ان انا اقدر اعتم الدم، في نفس الوقت معدل الاذابه بتاعه عالي جدا،
الديسولوشن بتاعه عالي جدا، وبالتالي بيدوب بسهولة أكتر من الأكسجين ومن النيتروجين، وبالتالي هيبقى مادة معتمة للدم بسهولة. أقدر أشوف أنا بقى تحت الجهاز، وأقدر أشوف الأماكن بتاعت الانسدادات، وأقدر أشتغل بالقسطرة، وفي نفس الوقت إحنا عندنا كثافة بتاعته بتبقى قليلة جدا، فبالتالي الغاز بيطفو فوق الدم. دي ميزة وعيب، ميزة وعيب. بمعنى ميزة ليه؟ لأني ده هيسهل عملية الحقن بتاعتي وأنا شغال، وبالتالي هيبتدي إجراء القسطرة يتم بمنتهى السهولة، ولكنه عيب في أماكن تانية وشرايين تانية ما ينفعش إن إحنا نحقن فيها غاز. زي إيه؟ زي الشرايين بتاعة القلب والشرايين بتاعة المخ، لأن ده ممكن يعمل للأسف جلطات نتيجة إن كثافة الغاز بتكون قليلة. الصورة دي هنا بتوضح الأثر الضار بتاع الكونترست أو الأثر الضار بتاع الصبغة على الكلى، وإزاي إن أنا لما بدي صبغة في حالة الكلى ما تكونش الوظائف بتاعتها كويسة، يبتدي يحصل عندي انقباض في الأوعية المستقيمة اللي داخل الكلى اللي هي الفازاركتا، فيبتدي يقل الأكسجين اللي داخل، الأكسجين اللي داخل للكلى، وبالتالي يبتدي يحصل كاريفليكس، حاجة اسمها أرتيريو أرتيريولر كونستريكشن في الشرايين المغذية للكلى الكبيرة، وبالتالي يقل معدل التنقية اللي هو الجي اف ار، وبالتالي نلاقي عندنا الكلى دلوقتي تدخل في حاجة اسمها أكيوت كيدني إنجري، اللي هو انسلت حاد تمام للكلى، ونخش بعد كده على إهانة أو إساءة للكلى بشكل حاد. بالظبط. دي القشة التي قسمت ظهر البعير. بالظبط كده، إن الكلى عندي كانت تعبانة، وهي أنت بس مجرد ما عرضتها لخطر الصبغة ابتدينا، إحنا كنا في عيان ما بيغسلش وما عندوش مشاكل، هو بس جاست فيه هو جاست بس ارتفاع في وظائف لعيان زي اللي احنا شايفينه دوت، بقى حبيس مكنه الغسيل الكلى. المأساة القاسية. بالظبط. بلا شك يعني مش نقدر نقول غير كده. بالظبط. طيب يعني اذا عشان نلخص الحته الصعبه اللي فاتت دي، لها حته حلوه بس يعني الناس دلوقتي يعني ايه يعني اتلخبطت شويه. تمام. اذا نحن نقول انه الغاز افضل من الضاهر. الغاز أفضل طبعا من الصبغة بمراحل، بالذات لو الوظائف بتاعة الكلى فيها ارتفاع طفيف عن المعتاد. لو الكلى الوظائف بتاعتها سليمة وما فيش مشاكل، ما فيش أي مشكلة خالص إن أنا أستخدم الصبغة، ولو إن في بعض المدارس بتقول ممكن تستخدم الغاز علشان تقلل الفوليوم والكمية اللي أنت بتحقنها من الصبغة، خاصة لما إجراء القسطرة يطول شوية أكتر من ساعة ساعة ونص، انت ممكن بدل ما تحقن صبغه بمعدل اكبر ودوت برضو يبقى لود على الكلى، واي نوت انك انت تستخدم الغاز كبديل، وانت برضو حاستيل انك انت هتشوف الاماكن اللي فيها انسدادات وتقدر تشتغل بمنتهى الاريحيه والسهوله. وبالتالي في بعض المدارس بتقول ممكن احقن سي او 2 علشان اقلل الفوليوم في الوظائف الطبيعيه، ولكن لو انت الوظائف بتاعت الكلى بتاعتك طبيعيه ممكن ان احنا نستخدم الصبغه دون ضرر، ولكن لو فيها بعض الارتفاع الطفيف بوردر لاين بس يستحسن طبعا استخدام الغاز. يعني اصابه بمشاكل في يستحسن استخدام الغاز كاكثر امانا. الحته اللي انت قلتها لي بتاعت ان الغاز كثافته قليله. تمام. الحته دي برضو حته صعبه على الناس تفهمها. تمام. عايزين نبسطها لهم اكتر. يعني غاز كثافته قليله اذا فهو يطفو. يطفو. بالظبط. ويطفو دي انت قلت ليها ميزه وعيب. بالظبط. طب عايزين نكرر حته الميزه والعيب هنا. يعني انا اهم حاجه في الماده اللي انا بحقنها تكون الفيسكوستي او معدل اللزوجه بتاعها يكون قليل علشان تدوب بسهوله، وبالتالي تقدر ان احنا تعمل اقدر الحقها على الجهاز. بمعنى انك انت بتعتمد دايما على سرعه الدم، فانت لما بتيجي تحقن المادة انت مش عاوز تكون المادة لزجة تقيلة فما يكون الصورة اتحركت ولسه ما بنش عندي التغير. فبالتالي احنا محتاجين حاجة تكون معدل اللزوجة بتاعها قليل، الطفو بتاعها يكون سهل زي السي او 2. احنا لو حسبنا في حاجة اسمها عندنا الماس نمبر والاتوميك ماس نمبر بتاع السي او 2، بتاع السي او 2 هنلاقيه 44 ذرتين اكسجين وكربون. انما في مواد تانية اللي هي زي الصبغه دي بتبقى ماده عضويه فيها حلقه بنزويك اسيد وبيبقى فيها ثلاث ذرات ايودين. بالظبط كده. هتلاقي حجمها كبير قوي.
وهي فكره في ولزوجتها بالتالي اللي هي الحجم بتاعتها الحجم الجزئي الكبير بينعكس بشكل فيزيائي في اللزوجه بالظبط كده، لان اللزوجه اللي هي زايده، واللزوجه لما تزيد يبقى فرص التجلط الناتجه عن حاجه الماده اللزجه اعلى. انت الميه ما تعملش ابدا كتله، الميه وهي مندفعه ما تعملش كتله بالزبط. لكن تعال حط زيت او مازوت ومشيه هتلاقيه اتكتل بالظبط كده، ولازم في بعض مش هتلحق التغير. يعني احنا المفروض بنحقن الماده المعتمه، حته ان الماده طالما مش لزجه هتلحق التغير، ولو لزجه مش هتلحق التغير. بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا المفروض بعمل بحقن علشان اشوف مكان السدد، والجهاز بيتحرك في تتابع سيكولي بياخد كذا صوره ورا بعض. احنا بنحقن المفروض في سرعه بسرعه جدا، والمفروض انت معتمد على سرعه الدم. لو انت حاقن ماده اللزوجه بتاعتها عاليه، انت الماده اللي زوجتها عاليه مش هتتحرك بسرعه، هتاخد وقت ببطء. هيكون الجهاز صورت. اللي بياخد المقاطع هيكون الجهاز خلص. سبق آه، وبالتالي مش هتعرف تشوف. فانت محتاج ماده تكون سهله مش هيبين مكان القفله فين بالظبط كده، فمش هيبين مكان القفله فين بالنسبه لي. فهي دي الفكره. طبعا اللي احنا شايفينه دوت دي القسطره بتاعه السي او 2، والجهاز كانت الصوره بتاعته كانت معروضه من شويه. ده بيبقى جهاز خارجي، لان الناس برضو بتفتكر ان احنا نقدر نعمل الاشعه بالسي او 2. لا، احنا ما نقدرش نعمل لك اشعه بالسي او 2، لان انا عشان احقن لك غاز انا مضطر ان انا اكون داخل الشريان وبحقن الغاز، بوصله بجهاز بره عن طريق القسطره اللي احنا شفناها ديت، وابتدي احقن دايركت داخل الشريان. وبالتالي ده يستحيل الكلام دوت عمله في مراكز الاشعه. الكلام ده بيتعمل جوه المستشفى بتجهيزات معينه باجهزه غاليه جدا طبعا، في اوضه عمليات بالظبط، في اوضه عمليات اللي هي اوضه القسطره اللي هو الانجي سويت بتاعنا. وبالتالي احنا ما ينفعش تيجي تقول لي انا عايز اعمل اشعه بالسي او 2، لان في بعض الكونسبتس عند الناس مش صح، معتقدات بالظبط كده. وما فيش اشعه بالسي او 2، احنا نعمل موجات فوق صوتيه ونتغاضى عن الاشعه المقطعيه اللي بالصبغه، نباي باس بقى الخطوه ديت ونروح على طول على الشغل ونبتدي نشتغل بالسي او 2 زي ما هو واضح عندنا صورتين. دي الصوره اللي على الشمال دي باستخدام الصبغه المعتاده اللي هو اللي فيها ايودين، اما اللي على اليمين ديت باستخدام السي او 2. ونشكر التطور والانوفيشن اللي موجود في الاجهزه اللي خلى الصور تقريبا واحده. هي الفرق في اللون، لكن هي دي موضحه ودي موضحه بالظبط كده. دي تقول لي ده فين القفله انسداده، وفي دي تقول لي انا فين الانسداد بالظبط كده. ايه اللي نقدر نعلق بيه على هذه التقدمات؟ يعني طبعا اللي احنا قلناه ده واحده من يعني اكثر حلقاتنا تفصيليه. احنا اتكلمنا في ديتيلز مهمه جدا تفيد قوي شباب الاطباء وتفيد المرضى اللي عايزين يفهموا هما هيعملوا ايه بالظبط في الحته دي. لكن لما نيجي نوصف اللي انت قلته كله كتقنية، كيف تستطيع ان تقول ان هذه التقنية وصلت لإيه، حققت إيه، اللي انت منتظر منها إيه؟ تمام. ولا هي فعلا وصلت في تقنيات تحس كده انها وصلت الى خلاص انت عملت لنا كل حاجة بالظبط. اي تقنية في الدنيا بتطلع بيبقى لها سكولز بتبقى برو، وفي سكولز بتبقى ضد دايما. مدارس مع ومدارس، في مدارس مع وفي مدارس ضد. في مثلا مدارس تقول احنا الشرايين اللي تحت الركبه ما بنقدرش نشوف السي او 2 قوي. اوكي، دي ليها حل برضه، وهو استخدام ان انا اكمل بموجات فوق صوتيه، وبرضه ممكن ما نحقنش صبغه. يعني انا ممكن اعمل كومباينيشن ان انا اخلي استخدم السي او 2 وفي نفس الوقت بتابع بالموجات فوق الصوتيه اثناء التدخل بتاع القسطره. ده حل. في مدارس تقول لا والله دي تقنيه هايله، احنا ممكن نستخدم السي او 2 في كل الشرايين. لا، مستحيل، ما تقدرش تستخدم السي او 2 في كل الشرايين، لدرجه بعض العيانين القلب والمخ بالظبط. في بعض العيانين يقولوا عايزين نعمل قسطره قلب بالغاز، ممنوع، لان ده هيعمل امبوليزم على طول. هو سؤال الكلاسيكي هنا اللي انا كنت مخليه لك للاخر، طب لماذا لا يحدث الغاز امبوليزم او جلطه في الشرايين الطرفيه؟ بالظبط، احنا عندنا في الشرايين الطرفيه السكه اولا طويله جدا جدا عمال ما نوصل للمناطق الهامه، وهيكون عدى الدم على الرئه والرئه هتكون خرجته. يعني الرئه قرأت الغاز بالظبط كده. هو الغاز اللي احنا بنحقنه ده عباره عن بابلز، فانت بتخاف من حاجه اسمها اير امبوليزم في المخ او في شرايين القلب اللي هي كورونرز. هو ممنوع في الاثنين، سي سيريبرال وكورونرز.
الاثنين سي دول ممنوع، نوع حقن الغاز في شرايين القلب والمخ. الاثنين سي اللي هو السيريبرال اللي هو المخ والكورونرز اللي هو التاجي. بالظبط كده. يبقى اي شرايين فوق مستوى الحجاب الحاجز ممنوع تحقن غاز، لان ده ممكن يؤدي لانسداد بالفقاعات اللي هي الجاز بابلز بتاعته، وبالتالي ده هيبقى حاجه مميته. ولكن هو امن في المناطق تحت مستوى الحجاب الحاجز. ليه؟ لان هيكون دي اكتيفيتد خلاص، يعني هيكون الاثر بتاعه راح وهتكون الرئه خرجته، فمفيش منه اي مشكله. وفي دراسات كتيره جدا بتقول مفيش مشاكل طبعا منه، ان هو سيف وبديل سيف وامن. وبكده انا اقدر اقول ان لو انا عايز اوصف التقنيه بتاعه السي او 2 في الشغل بتاع الاسطره بتاعنا، هنلاقي ليه ثلاث اوجه. واحد اللي هو ذا جود وذا باد وذا اجلي. هو فعلا كده، الطيب والشرس والخبيث. بالظبط كده. ذا جود لانه هو بقى بديل ممتاز جدا للصبغه اللي الناس خايفه منها، وبالتالي انا ما بروحش على عمليات، وبالتالي انا بقدر. هو ده طبعا الفيلم المشهور يا سيدي. متشكرين. جاب لنا فيلم الطيب والشرس والخبيث. بالظبط. هو فعلا كده السي او 2، هي دي تقنيه السي او 2، ان هو ذا جود لان هو طبعا وفر لي حلول وعمل لي بدايل وخرجني من مأزق اني انا ما اقدرش اعمل قسطره لعيان الوظائف بتاعته بتكون بوردر لاين او يعني على المحك او زياده، وفي نفس الوقت حافظنا على الكلى من خطر الغسيل، وقدرت انك انت تحقق اللي انت عايزه بالقسطره وبعدت عن العمليات. فهو مش ده مش جود، ده اكسلنت. والحاجة التانية زباد، اللي هو بعض الناس بتقول ان الصور بتبقى الكلاريتي او الوضوح بتاعها قليل، وبالتالي ما نحبش نستخدم السي او 2. لا، هو في انوفيشنز وفي تطورات حصلت في الاجهزة، وفي حاجة اسمها ستاكينج، ان احنا ناخد كذا مقطع ونضمهم على بعض ونطلع صورة احسن. وزي اجلي اللي هي اخر حاجة، اللي هي بلاش تستخدم السي او 2 في منطقتين واستخدمه في اي منطقه ثانيه. بلاش تستخدمه في الاثنين سي في السيريبرال. بالظبط. وفي الكورونرز. فاسطره الغاز هي اوبشن دلوقتي، اوبشن مهم جدا وما ينفعش التغافل عنه، ما ينفعش ان احنا ما نشتغلش بيه في الفتره اللي احنا فيها في وقت الانوفيشن ده. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور حسام المهدي، استاذ مساعد جراحات الاوعيه الدمويه بكليه طب جامعه القاهره، زماله كليه الجراحين الملكيه، وزماله جامعه كيل وكولن بالمانيا، استشاري علاج القدم السكري والدوالي بالليزر، كان ضيفي في واحده من اجمل حلقاتنا واكثرها علما ودقه. يبقى الاوعيه الدمويه عالم من الاهتمام اللي ينبغي ان يكون في عقول كل الناس، وخصوصا سكر، الضغط، المدخنين، كبار السن، ومرضى الكوليسترول، التصلب الشرايين العالي. خليكم دايما على سلامة. شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الأطعمة المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. اللثة اللي موجودة تحت دي كلها دي مش اللثة بتاعته، دي الحالة اللي احنا عاملينها. أحسن حاجة طبعا في الدنيا إن احنا نخلع ونحط الزراعية مكانها، لأن لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء.